السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بوحاتي، والنهارده فيديو جديد هنعمل فيه سوفليه الاوريو. طعمه حلو جدا، سهل جدا جدا، تقدري تعمليه لضيوفك في 10 دقايق هتكوني عاملاه. طعمه في منتهى الجمال، حاجة مشرفة وطعمه خطير. شايفين شكله حلو جدا؟ يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير. مقاديرنا سهلة خالص، هم 4 مكونات بس. عندنا 24 قطعة من بسكوت الأوريو، وعلبة قشطة، كوباية لبن، وعندنا كمان كيس كريم شانتيه أو نص كوباية من الكريم شانتيه. سهل جدا، مقاديره بسيطة خالص، وكمان طريقته في منتهى السهولة. هنجيب الكبة بتاعتنا أو الخلاط ونحط فيها قطع البسكويت بتاعتنا، احنا قلنا 24 قطعة، وعليها كوباية لبن ونص كوباية من الكريم شانتيه وعلبة قشطة، تمام. وهنخلط كله مع بعضه كويس جدا، المكونات كلها كمان لوحدها طعمها حلو قوي، تمام. هنخلطهم كويس جدا لغاية ما كله يمتزج مع بعضه والبسكوت يطحن كويس. هنجيب قوالب بالشكل ده، ممكن قوالب سيليكون المتوفر عندك، وهنبتدي نفضي السوفليه في القوالب بالشكل ده، ونكون مسخنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، الكمية عملت حوالي 7 قوالب حلوين كبار مش صغيرين، يعني لو عندك ضيوف الكمية هتكفي وتبقى جميلة جدا. هجيب قالب فرن عشان أرص فيه القوالب دي عشان أعرف أتحكم فيهم كويس. وزي ما اتفقنا الفرن بتاعنا على 180 وسخن من قبل ما ابدأ، هحطهم على الرف الوسطاني لمدة 10 دقايق بالظبط، وبعد ال10 دقايق هيطلعوا معانا بالشكل الجميل ده. شايفين؟ جميل جدا. هتزيني بقى بسكر باودر، ممكن قطع من البسكوت، ودي واحدة قلبتها في الطبق. شايفين شكلها تحفة جدا، مستوية بقى وجواها شوكولاتة وطعمها في منتهى الجمال. الطريقة سهلة قوي والطعم جميل جدا، عايزاكوا تجربوا بقى وتقولوا لي رأيكوا ايه. مش هتاخد معاكوا 10 دقايق تجهيز وتسوية وكل حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكوا، لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدري تشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.